بمناسبة موسم السفر في عطلة عيد الأضحى المبارك وعودة الحجاج، الخطوط الجوية الكويتية أبدت استعدادها التام لهذا الموسم من خلال تنظيم العمل وتقديم الدعم والمساعدة على مدار الساعة. إعداد المسافرين يزيد عليها طبعا، لأن هني احنا في موسمين، هو عطلة العيد مع أيضا حجاج بيت الله الحرام، فشيء طبيعي أن النسبة راح تزيد في تخصيص رحلات إضافية. تم عمل تسهيلات لتشييك الركاب الفترة المسائية بعد الساعة 12 بالليل، وذلك لتسهيل إجراءاتهم ونهاء إجراءات السفر ليتم دخولهم عبر البوابات تسهيلا للإجراءات وعملية الضغط اللي بالمطار. الخطة شملت تكثيف أعداد الأفراد والموظفين خلال هذه الفترة لتوفير كافة التسهيلات اللازمة في ظل زيادة عدد الرحلات وعدد الركاب. كثر ما نقدر طبعا قاعد عندنا الشباب ما شاء الله هني كلهم متعاونين، قاعد يطلبون نطلب يعني نتعاون. شفت نوبات عندنا نظام نوبات، أربع نوبات يعني نفس اليوم دمجنا نوبتين مع بعض بس عشان نسهل أمور العيد والركاب عشان ما يصير عندنا زحمة هني ويتعطلون نفس الفترة الأعياد اللي طافت. وطبعا موسم الحج قرب، الحج توا كانوا قايمين بمهمة الحجاج هني كلهم مسهلين أمورهم سواء من الكاونتر للجوازات، من الجوازات للطيارة، ومسهلين أمورهم كلها. توافد المسافرين على الطيران الكويتي يعكس ثقة العملاء بالخدمات الراقية التي يقدمها الطيران. عبر خطة متكاملة استعدت الخطوط الجوية الكويتية للتعامل مع موسم عطلة عيد الأضحى قبل 24 ساعة من صعود الطائرة وتسهيل إجراءات المسافرين لضمان رحلة آمنة ومريحة. زهراء الكاظمي لتلفزيون المجلس.